في سنة 99 وكمحاولة أخيرة من سيجا لاسترجاع هيبتها تاني في سوق الكونسولز، خصوصا بعد المشاكل اللي واجهتها في الجيل اللي فات وإطلاق البلاي ستيشن 1 اللي كان كارثة كبيرة بالنسبة لسيجا، فقررت تنزل بجهازها الجديد وهو الدريم كاست. مش بس الجهاز كان ثورة تقنية وقتها من حيث الجرافيكس والقوة لدرجة إنه كان حوالي أقوى 3 مرات من البلاي ستيشن 1، لكن برضو سيجا دعمته بألعاب طرف أول عظيمة زي سونيك أدفنجر وكريزي تاكسي وشينمو، وكمان كان أول جهاز كونسول يدعم الألعاب الأونلاين من البداية، وكان بالشراكة مع شركة مايكروسوفت وقتها، وكان في مدخل دول أب مخصوص عشان يتوصل بالنت وقتها، لدرجة إن أغلب النقاد قالوا عليه أحسن جهاز كونسول في الجيل. ولكن بسبب سمعة الساترن السيئة وقتها من قبل المطورين والفانز وحتى المحلات التجارية، سيجا كان قدامها مهمة صعبة جدا في إنها تعدي من كل ده وتنجح الجهاز. وكخطوة أولية عشان سيجا تحاول تنجح الجهاز، عينت برين ستالر واللي كان الرئيس التنفيذي لسوني وقتها، طبعا عينته عشان يحاول يحقق نجاح للجهاز. وبالفعل ستالر بنفسه بقى ينزل المحلات الكبيرة زي وول مارت وبيست باي عشان يحاول يقنعهم انهم يطلبوا الجهاز عندهم، ويضمن لهم كمان ان اللي حصل في ايام الساترن مش هيتكرر تاني، وفعلا المحلات دي وافقت. تاني حاجة عملها هو انه قرر ان الدريم كاست لازما يكون سهل التطوير ليه عشان يجذب المطورين، وفعلا الجهاز التطوير عليه كان سهل جدا لدرجة ان لحد النهاردة لسه في ناس بتنزل له العاب. فكان نتيجة كل ده ان لما الجهاز نزل سنة 98 في اليابان، الجهاز اتحجز بكميات كبيرة جدا، وفعلا الكمية كلها للجهاز خلصت. ولكن قابلت سيجا مشكلة، وهي ان المصانع اللي سيجا بتصنع عندها حصلت فيها مشاكل في الانتاج، وده ادى ان الجهاز اتعمل بكميات قليلة جدا، واتلغت حجوزات من ناس كتير جدا في اليابان بسبب الموضوع ده. وكمان لما الجهاز نزل في اليابان ما كانش عليه غير لعبة واحدة بس، وهي Virtual Fighter 3، وده اللي خلى ناس كتير جدا في اليابان يرجعوا الجهاز ويشتروا بثمنه العاب للبلاي ستيشن 1. وبسبب كده سيجا خفضت من سعر الجهاز، وكمان كانت لعبة سول كاليبر نزلت على الجهاز، واللي بسبب كده مبيعات الجهاز عليت جامد جدا في اليابان. وبعد كده جه وقت نزول الجهاز في امريكا واوروبا، ووقتها سيجا ركزت جامد جدا على الالعاب اللي نازلة مع الجهاز، وكمان الحملات الدعائية الكبيرة جدا للجهاز اللي كانت بتعرضه على كأنه جهاز جاي من المستقبل، واللي نجحت لدرجة ان وقت حجز الجهاز اتباع فوق 300,000 نسخة في امريكا. كل ده كان قبل حتى الاعلان الرسمي للجهاز، وبمجرد ما الجهاز اتعلن عنه باع فوق 375,000 نسخة في 4 ايام بس، وفي خلال اول اسبوعين للجهاز باع فوق 500,000 نسخة، والبلاي ستيشن 1 احتاج 4 شهور عشان يوصل للرقم ده. وكمان الجهاز كان يعتبر دفعة قوية جدا للمطورين كتار زي يوبي سوفت واكتيفيجن اللي حققوا نجاحات عالية جدا من بيع العابهم على الجهاز. وعلى نهاية السنة الجهاز كان باع فوق 1,500,000 نسخة، واللي يعتبر نجاح كبير جدا، لكن سوني كان لسه عندها 60% من الحصة السوقية للكونسولز. ولكن كل ده اتدمر بعد الاعلان عن البلاي ستيشن 2، واللي بعديها اتدمر سيجا في المبيعات والالعاب، واللي بعدها تكرر سيجا خروجها رسميا من سوق الكونسولز وتحولها لشركة ألعاب طرف ثالث زي باقي الشركات التانية. وعلى الرغم من ان الجهاز وقت ما نزل ما كانش معاه اي ألعاب قوية، الا ان قدر يحقق نجاح كبير جدا بسبب انه كان بيدعم كل ألعاب البلاي ستيشن 1، بالاضافة لانه كان ارخص جهاز يقدر يشغل اقراص الدي في دي وقتها، فكان نسبة كبيرة من مبيعات الجهاز وقت ما نزل ان الاهالي بيشتروه كدي في دي بلاير، لانه كان ارخص باكتر من النص من ارخص دي في دي وقتها، واللي كانت اسعارهم بتبدا من حوالي $700، بينما البلاي ستيشن 2 كان سعره وقتها $300 بس. وكمان بسبب دعمه للالعاب البلاي ستيشن 1، فالمطورين خدوا وقتهم جدا في تطوير الالعاب على الجهاز، وعلى الجهاز ده ظهرت ايقونات الالعاب دلوقتي زي ديفل ماي كراي، فاينل فانتسي 10، تيكن 4، ميتال جير سوليد 2، وجاد اوف 4. كل ده خلى الجهاز يبيع في اول يوم بس 500,000 نسخه، وعلى نهايه السنه الجهاز باع فوق 19,000,000 نسخة، عشان ينهي في اخر دورة حياته حاجز 150,000,000 نسخة كافضل كونسول مبيعا في التاريخ، وده اللي خلى شركات كتير تفضل تدعم الجهاز لحد سنة 2013، والسنة دي على فكرة اللي نزل فيها البلاي ستيشن 4، كانت اخر لعبة نزلت على الجهاز هي بيس 14.
بعد الفشل اللي حصل مع جهاز النينتندو 64 كان لازم النينتندو تلاقي حل وإلا هتاخد نفس مصرع سيجا في النهاية. عشان كده في نص التسعينات نينتندو عملت شراكة مع شركة سيليكون جرافيكس واللي كانت مشهورة وقتها في عمل جرافيكس للأفلام والأنيميشنز والألعاب، وبدأوا العمل مع نينتندو على تطوير شريحة جرافيكس الجهاز القادم وكان اسم المشروع دولفين. وكمان كان في شراكة مع IBM لإنتاج CPU للجهاز، فالجهاز كان متخطط له بعناية شديدة جدا لدرجة إنه كان أقوى من البلايس ستيشن 2 وكمان كان ارخص واسهل في التطوير. لكن نينتندو عملت غلطات كتير جدا ادت لفشل الجهاز، منها انها ما بعتش عده التطوير للجهاز للمطورين الا متاخر جدا، وكمان الجهاز نزل بعد نزول البلاي ستيشن 2 بفتره كبيره، وكمان الجهاز ما خدش الدعم الكافي من مطورين الطرف الثالث، واغلب العابه كانت من تطوير نينتندو نفسهم. ده غير انه كان اول جهاز من نينتندو ما ينزلش عليه لعبه ماريو وقت الاصدار، وانما نزل معاه لويجي مانشن واللي قلبت ميم حرفيا وقتها. لكن لحسن حظ نينتندو فكان في لعبه كمان بيتم تطويرها وقتها وهي اللي تعتبر نجتت الجهاز، وهي ستار وورز روج ليدر. اللعبه دي على الرغم من انها كانت تبان عاديه جدا الا انها كانت مقدمه جرافيكس وقتها مشابه جدا لدرجه جرافيكس الافلام، وكمان كانت شغاله على 60 فريم في الثانيه. اللعبه نفسها كانت ممتعه جدا لدرجه انه بقى يتقال هات الجيم كيوب بس عشان تلعب اللعبه دي. وبعد سنه واحده بس من اصدار الجهاز بدانا نشوف العاب قويه جدا هتنزل عليه زي سوبر ماريو سانشاين، ذا ليجند اوف زيلدا، وايند ووكر، بيكيمان، مترويد برايم، واهمهم طبعا سوبر سماش بروس ميلي واللي كان الفانز بيعتبرها لحد دلوقتي احسن جزء في السلسله. لكن نينتندو كانت كذا خطوره ورا سوني من اول الجيم كيوب لانه ما كانش بيشغل افلام الدي في دي، وانه مش بيدعم الاونلاين زي سيجا، وملوش دعم كبير لالعاب الرعب والعاب الطرف الثالث، وده ادى طبعا ان الجهاز يفشل قدام منافسيه من سوني ومايكروسوفت وما يحققش غير 21 مليون نسخه متباعه طول فتره حياته. طبعا ده بمقارنه بالبلاي ستيشن 2 اللي تخطى حاجز ال 150 مليون نسخه. في سنه 99 كان في 3 موظفين من مايكروسوفت جمعوا بعض وبداوا يجمعوا بي سي في كيسه صغيره على امل انهم يقدروا يعملوا كونسول منه، وبالفعل بيل جيتس شاف شغفهم وعجبه وقرر يحوله للكونسول كامل، وخصوصا من خبرتهم في مجال التعاون مع سيجا في الدريم كاست. وبعد العديد من الاسماء المختلفه للجهاز اسمه بقى الاكس بوكس، وفي سنه 2001 تم الاعلان عنه رسميا بحضور ذا روك نفسه عشان يكون الوجه الاعلامي للجهاز عشان يبان انه جهاز موجه للشباب مش مجرد لعبه وخلاص. الجهاز لقى دعم كبير جدا من جهه سيجا خصوصا ان الجهاز كان عليه كل حصريات سيجا من سونيك لكريزي تاكسي، وكمان اجزاء جديده من العاب الدريم كاست القديمه زي جيت سيت راديو فيوتشر وشنمو 2 واللي المفروض كان يقدر يشغل كل العاب الدريم كاست، لكن بسبب شويه مشاكل حصلت بين الطرفين الفكره اتلغت. كمان دعم مايكروسوفت الكبير جدا لالعاب الشوتر وخصوصا سلسله هيلو اللي بقت ايقونه الجهاز وبقت المعيار الجديد لالعاب الشوتر وقتها، بالاضافه لدعم الجهاز الكبير للاونلاين. فلو قلنا قبل كده ان الدريم كاست كان اول جهاز بيدعم الاونلاين، فالاكس بوكس كان هو اول جهاز يجبر المطورين انهم يدعموا الاونلاين في العابهم، وكمان الاونلاين فويس كمان. وعلى الرغم انه كان باشتراك شهري الا انه لقى نجاح كبير جدا بين اللاعبين وحققت مايكروسوفت من وراه مبيعات عاليه جدا. وعلى الرغم ان الجهاز ما باعش اكتر من 23 مليون نسخه اللي كان بدايه مبشره جدا لمايكروسوفت وتمهيدا لكونها لاعب اساسي في سوق الكونسولز دلوقتي. وبس كده هنوقف لحد هنا، كان معاكم شادي اي جي ان من جيمزاوي، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.